اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. مذيعة، ممثلة ومقدمة برامج تلفزيونية، حياتها مثيرة للجدل، كثر الحديث عن تعدد مرات زواجها بالسر، مشاكل من عدد كبير من زملائها والمشاهير، أصيبت بنوع غريب من البكتيريا في وجهها وحكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة عام، كما قامت مؤخرا بالتنمر على الأشخاص المصابين بالسمنة. المذيعة ريهام سعيد وتفاصيل حياتها المليئة بالقضايا في هذا الفيديو. حقائق وأسرار عن حياة ريهام سعيد. ولدت الإعلامية ريهام سعيد في شهر أيار مايو من عام 1975 في مدينة القاهرة، وتبلغ من العمر الآن 44 عاماً، وهي من مواليد برج الجوزاء المعروف عنهم قوة الشخصية والحضور الملفت، كما لديهم ذكاء حاد وبديهة حاضرة، يمتازون بخفة الظل وحس فكاهي عالٍ يجعلهم محاطين بالأصدقاء والمحبين أينما حلوا. أما بالنسبة لسلبيات هذا البرج، فإن مولود برج الجوزاء لديه شخصية ازدواجية متعبة ومزاج سريع التقلب لا يمكن التنبؤ به، وأيضا مواليد هذا البرج يملون من الأشياء بسرعة وبشكل مفاجئ، وبالتالي يصعب إرضاؤهم كثيرا. أنهت ريهام سعيد دراسة الإعلام في الجامعة الأمريكية، وبدأت مشوارها في عالم تقديم البرامج عام 2003 بتقديم برنامج صبايا على قناة المحور الفضائية، الذي يعد من البرامج الجريئة جدا، ووجه لها عدد كبير من الانتقادات بسبب جرأتها في طرح المواضيع، لكن شخصية ريهام العنيدة والقوية جعلتها تستمر في العمل على برنامجها والمتابعة في اختيار المزيد من المواضيع الحساسة والساخنة وطرحها فيه. شاركت في العديد من الأعمال الفنية من مسلسلات ومسرحيات اجتمعت بها مع كبار النجوم في مصر. أول مشاركاتها الدرامية كانت سنة 2005 في مسلسل المرسى والبحار، ثم مسلسل الشك وغيره من المسلسلات. أما عن مشاركاتها المسرحية فكانت أولها مرسي عاوز كرسي. زادت شهرة ريهام بعد تقديمها لبرامج المقالب مع المشاهير، وتميزت فيها بأسلوبها المستفز والواقعي، حيث قدمت برنامج من غير زعل في رمضان 2013، وفي رمضان التالي قدمت برنامج قلبك أبيض على قناة النهار وان. تزوجت الإعلامية ريهام سعيد وهي في سن 19. كان هذا الزواج للتخلص من قيود أسرتها، حيث كان كل شيء ممنوع، وأنجبت من زواجها هذا طفلين هما يوسف وأمنية، لكنه لم يستمر إلا 6 سنوات وقع من بعدها الطلاق. ووصفت ريهام حالتها النفسية بعد الطلاق بأنها كانت صعبة جدا، وأصابها الاكتئاب حين وجدت نفسها بمفردها مع طفلين، وزاد وزنها في تلك الفترة 45 كيلوغراما. ومنذ ذلك الوقت لاحقت ريهام شائعات كثيرة حول زيجاتها المتعددة بالسر لأكثر من 6 مرات، وآخر الشائعات كان اتهامها بالزواج سرا من المحاسب مدحت عفيفي، الذي نشرت لهما صورة معا في عرس شقيقتها، إلا أنها نفت كل تلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها تعيش لأبنائها ومن أجلهم، وتحاول أن تكون لهم الأب والأم في نفس الوقت، مضيفة أن وقتها لولديها وعملها في تقديم البرامج ولدراستها للحصول على درجة الماجستير في الإعلام. لكن في عام 2016 كشفت أخيرا حقيقة زواجها من رجل الأعمال طارق صبري، الذي لا يحب الظهور، وأنجبت منه طفلا أسمته طارق على اسمه. وواجهت مقدمة البرامج المثيرة للجدل قضايا عديدة أثناء عملها، إلا أن أبرزها كان قضية فتاة المول، حيث حكمت المحكمة المصرية عليها بالسجن لمدة عام ودفع غرامة مالية قيمتها
10,000 جنيه مصري بتهمة التعدي على خصوصية فتاة كانت قد تعرضت للتحرش الجنسي. وسميت القضية بفتاة المول لأن مشاهد الكاميرات تظهر رجلا يتجادل مع فتاة وينهال عليها بالضرب، ولم تتمكن الشرطة من أخذ حقها، فقامت الفتاة بنشر قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي. استضافت ريهام الفتاة في برنامجها، وخلال الحلقة قالت أن الفتاة استحقت ما حدث، كما قامت بنشر صور فاضحة للفتاة في بيتها بملابس البحر. على صعيد علاقاتها بالوسط الفني، فقد ربطت ما بين المذيعة ريهام والفنان المصري المشهور محمد رمضان صداقة كبيرة، بدأت حين عرض عليها المشاركة معه في مسلسل ابن حلال، ثم تكرر التعاون بينهما في مسلسل الأسطورة. لكن العام الفائت وقع خلاف كبير بينهما، وكان سيناريو هذا الخلاف كما تروي ريهام بدأ عندما عرض عليها محمد رمضان بطولة إحدى المسرحيات، وعندما عاودت الاتصال به للسؤال عن دورها في المسرحية تفاجأت بأن دورها ذهب إلى الفنانة روجينا. وبعدها بفترة عرضت عليه أن يكون ضيفا في إحدى حلقاتها، ورتبت الموعد مع محمود شقيق الفنان محمد رمضان، ثم ذهبت مع فريق التصوير في الموعد المحدد، لكن لم يسمح لها بالدخول لأن محمد لم يكن موجودا، وتم الاعتذار منها بحجة انشغاله بعشاء خاص، وتكرر الأمر مرة ثانية مما أدى إلى غضب ريهام، فقامت بمهاجمته كثيرا ووصفته بأنه لا يحترم كلمته مع الآخرين. هذا الأمر أدى إلى حدوث قطيعة بينهما انتهت بعد حوالي العام، حيث تم الصلح على يد المنتج ياسر سليم الذي قام بإنهاء الخصومة خلال إحدى المناسبات التي أقيمت في أحد المراكب بحضور عدد من المشاهير، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معا. مرت ريهام سعيد مؤخرا بوعكة صحية حرجة جدا تمثلت بإصابتها بنوع خطير من البكتيريا في الجيوب الأنفية، أي أن الإصابة كانت ضمن مثلث الخطر في الوجه، الأمر الذي يعني سهولة انتقال هذا الميكروب للدماغ، وبانتقاله للدماغ سوف تتدهور حالتها الصحية بشكل لا يمكن التنبؤ بنتائجه. كان ذلك نتيجة إجراء ريهام لعملية تجميلية في الأنف، وبعد عدة أيام منها بدأت تشعر بألم متواصل في منطقة الجيوب الأنفية، وكشفت الفحوصات عن التهابات خطيرة ما استدعى دخولها للمستشفى لوضعها تحت المراقبة الطبية. كما اضطرت ريهام للسفر إلى خارج مصر من أجل إجراء عمل جراحي وتلقي العلاج، كما إنها منعت من الخروج من المنزل قبل الشفاء كي لا تزداد حالتها سوءاً. حياة هذه الإعلامية لا تخلو من المشاكل أبداً، فبعد أن استعادت عافيتها وعادت لتقديم برنامج صبايا الخير على قناة الحياة، أثارت منذ فترة محدودة موجة من الغضب بعد أن قامت بالتنمر على الأشخاص الذين يعانون من البدانة، واصفة إياهم بأنهم عبء على عائلاتهم والدولة، وأنهم منظر غير حضاري، ونعتتهم بأنهم ميتين، وقالت بأن المرأة المصابة بالبدانة تفتقد الأنوثة وكل شيء بحسب تعبيرها. هذه الحلقة أثارت غضب المنظمات الحقوقية والجهات المصرية الرسمية، وتم تقديم شكوى من قبل المجلس القومي للمرأة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج ريهام، وكان مضمون الشكوى أن هذه الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة سببت استياء كبيرا لدى النساء، وتم اعتبار كلامها إهانة لهن لوجود ألفاظ غير لائقة. وعلى هذا الأساس قرر المجلس أخيرا منع الإعلامية ريهام سعيد من الظهور على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام. هذا الاحتجاج أتى أيضا من مركز مكافحة التنمر والتمييز في الشرق الأوسط، حيث صرح أن المذيعة ريهام تحدثت بأسلوب عنصري جارح للنساء اللواتي يعانين من البدانة، وأدان المركز ما قامت به المذيعة. وبعد موجة الصخب هذه الموجهة ضد ريهام، قامت الأخيرة بالرد عبر حسابها في إنستغرام، موضحة أن كلامها تم اقتطاعه، وأن هدفها من الحلقة هو دفع السيدات بقوة لإنقاص وزنهن واستعادة رشاقتهن. وعادت وأكدت في فيديو آخر أنها نعم قالت هذا الكلام، ولكنه كان ضمن السياق التحفيزي، وأنها سابقا عانت من البدانة وسعت للتخلص منها.
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.